السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة دولب الياسمين، طلابنا الأعزاء في الصف الثالث الثانوي، راح نتابع مع بعض درس اللغة الإنجليزية. آخر شيء نحن كنا واصلين Unit 6 Lesson 8. Lesson 8 Lasers. بالنسبة للسؤال الأول، نحن عنا مجموعة رموز إن شاء الله راح ننزلها تحت الفيديو. بالنسبة لهي الرموز، سؤال بي سي ما في حاجة. السؤال دي، Read the text on lasers. Complete the paragraphs with the help headings in the box. راح نحط هاي العناوين لكل مقطع راح نقرأ. Uses of lasers. استخدامات الليزر. Lasers in the future. الليزر في المستقبل. The laser beam. خيط الليزر. Holograms. الصورة المجسمة. How laser works. كيف يعمل الليزر. Albert Einstein. عالم Albert Einstein. The history of laser. تاريخ الليزر. طبعا هو عم يقول there are three extra headings given. يوجد ثلاثة عناوين زائدة معطى. We will read together. Lasers. An ordinary light source. مصدر ضوء عادي such as a torch. مثل المصباح produces many different wavelengths. تنتج موجات مختلفة عديدة من الضوء of light that go off in all directions والتي تتحرر في كل الاتجاهات. A laser, however, is able to generate light waves of a single length all in step with each other and all traveling in the same direction. الليزر على أي حال قادر أن يولد موجات ضوء بطول مفرد في كل خطوة مع بعضها البعض وكلها تتجه بنفس الاتجاه. This makes laser light blue in color and extremely intense. هذا يجعل الليزر صافي، ضوء صافي في اللون وإلى حد كبير في الكثافة. In this way, بهذه الطريقة, a laser produces a very narrow beam of light of a single color. الليزر ينتج خيط رفيع جدا من الضوء بلون مفرد، بلون واحد. هذا يتناسب مع C, the laser beam, خيط الليزر. The second paragraph. The name laser stands for light amplification by stimulated emission of radiation. الاسم laser stands for مأخوذ من light amplification, تضخيم الضوء by بواسطة stimulated emission of radiation, إصدار منشط للإشعاع. طبعا هذا الشيء هام انه نحفظ ليزر هي اختصار لاي كلمات. The idea of stimulated emission came from the famous scientist Albert Einstein. الفكره للاصدار المنشط اتت من العالم المشهور Albert Einstein. He suggested in 1917 that laser would work, but it was not until 1916 that Theodore Mayman made the first working laser. هو اقترح عام 1917 ذات بأن الليزر سيعمل، لكنه لم يعمل حتى عام 1960، حيث العالم ثيودور مايمان صنع أول ليزر عامل. He used ruby crystals as a medium. هو استخدم جزيئات بلورات الياقوت كوسيط. A year later, بعد سنة, the Iranian-American Ali Javan produced a gas laser. العالم الأمريكي الإيراني علي جافان أنتج ليزر غازي. And in 1966, the first liquid laser was constructed. في عام 1966 أول ليزر سائل كان مركبا. طبعا التواريخ مهمة، لازم ننتبه عليها مع أسماء العلماء اللي توصلوا لمثلا أول ليزر مصنوع من الكريستال، روبي كريستال. أول ليزر كان مصنوع من الغاز. لازم نحفظ اسم العالم مع التاريخ اللي توصل له للاختراع. ليزر يوز كريستال such as ruby as a medium. الليزر يستخدم الحبيبات البلورية مثل الياقوت كوسيط. Or they have a tube which contains a gas or a liquid. أو هم
يمتلكون أنبوب والذي يحتوي على الغاز أو السائل. The diagram above shows the operation of a neon helium gas laser. الرسم البياني this diagram الرسم البياني في الأعلى يظهر عملية ليزر غازي من النيون والهيليوم. An electrical discharge دفعة كهربائية or a flash of a bright light أو ومضة من ضوء ساطع gives extra energy to some of the atoms in the medium تعطي طاقة إضافية لبعض الذرات في الوسيط. The atoms lose their energy by giving out light. الذرات تفقد هذه الطاقة بخروجها للضوء. بإصدار الضوء يعني. Because the waves of light are produced in the same way in every atom. لأن موجات الضوء تنتج بنفس الطريقة في كل ذرة. All the waves of light are identical. كل الموجات في الضوء تكون متماثلة. Mirrors at each end of the laser send the light backwards and forwards. المرايا في كل نهاية من الليزر ترسل الضوء للخلف وإلى الأمام. And so more and more atoms are triggered into sending out light. ولذلك أكثر وأكثر ذرات تتسبب يعني تخلق يتم إنتاجها into sending out light في إرسال إخراج الضوء. Light escapes through one of the mirrors. الضوء ينفذ يهرب عبر واحدة من المرايا either as a steady beam or as a pulse إما على شكل خيط مستقر أو كنبض خط مثل الصورة الموجودة عنا كنبض القلب depending on the type of laser معتمدة على نوع الليزر إذا كان غازي أو سائل gas or liquid. طبعاً هذا يتناسب مع العنوان E. How laser works. كيف يعمل الليزر؟ الجواب في هذا الفراغ E. The fourth paragraph. Laser have a wide range of uses. الليزر يملك تنوع واسع في الاستخدامات. In supermarkets, laser beams read the barcodes on the things you buy. الليزر في السوبر ماركت أشعة الليزر خيوط الليزر في السوبر ماركت تقرأ رموز الكود الموجود على القطعة باركود on the things you buy على الأشياء التي تشتريها. Compact disc player also use lasers. مشغلين الأقراص المضغوطة compact disc تستخدم الليزر. The player picks up balls pulses of light reflected from the surface of discs. مشغلات الديسك تلتقط النبضات من الضوء وتعكسها من سطح القرص discs الأقراص المضغوطة. Pulses of laser light can also be used to send telephone signals long distances through optical fibers. نبضات ضوء الليزر يمكن أيضا أن تستخدم لإرسال إشارات التليفون long distances لمسافات طويلة عبر optical fibers ألياف بصرية. Lasers are also used by doctors. الليزر يستخدم أيضا من قبل الأطباء. They can burn away birthmarks and some cancer cells. هي تستطيع أن تزيل الوشمات الشامات التي تظهر على الجلد and some cancer cells وبعض الخلايا السرطانية. They are also used in eye surgery وهي أيضا تستخدم في العمليات الجراحية في العين. The military use lasers to guide missiles to their targets.
الجيش يستخدم الليزر ليرشد ليدل القذائف على أهدافه. In fact, these lasers are used as very powerful and very precious knives, which can cut through metals, glass, and even cloth. في المصانع الليزر يمكن أن يستخدم بقوة جدا بشكل قوي جدا وللسكاكين القوية جدا والسكاكين الدقيقة powerful and very precious knives سكاكين دقيقة جدا وقوية والتي تستطيع أن تقطع المعادن الزجاج وحتى القماش. Lasers can also be used to create 3D images called holograms. الليزر يستطيع أيضا أن يستخدم يعني أن يستخدم للصنع صور ثلاثية الأبعاد تدعى الهولوغرامز الصور المجسمة. بهذه الطريقة بنكون إن شاء الله أتمينا ترجمة النص. Listen 6, Listen 8. Now do exercise A and B on workbook page 41. رح ننتقل للworkbook ونحل التمارين الموجودة عليه. بالworkbook Listen 8. نعمل زوم. Read again the text in exercise D on course book page 73. Then mark the sentences T for true or F for false. Correct the false sentences in your notebook. اقرأ النص مرة أخرى في التمرين D من كتابك المقرر بالصفحة 37. ثم رح نضع إشارة T for true للجملة الصحيحة F for false. ما رح نصلح الخطأ يعني بالامتحان نحن فقط كمان رح نختار إما true إما false. رح نبدأ مع بعض. Laser lights waves all have the same wavelength and all travel in the same direction. طبعا الجملة true. الإجابة true. موجات ضوء الليزر كلها تملك نفس الطول الموجي وتسافر بنفس الاتجاه. Number two, Albert Einstein constructed the first laser. Albert Einstein هو أول من أوجد الليزر. Albert Einstein هو جاب الفكرة لكن ما هو اللي أوجد أول ليزر؟ فالإجابة false. Number three, the medium used by lasers can be either a solid or a liquid. ممكن انه يكون الجسم الوسيط في الليزر اما سائل او صلب. طبعا الاجابة false لان ممكن يكون liquid or gas or solid. يعني هو اما مرة استخدم الياقوت كجسم صلب واستخدم السائل واستخدم الغاز. When atoms gives out light that gain energy. عندما الذرات تتحرر يعني تحرر الضوء هي تكسب طاقة. طبعا الإجابة false. F هي بتخسر الطاقة. Lasers have mirrors at either end to reflect the light. الليزر يملك مرايا في إما النهاية لعكس الضوء. طبعا الإجابة بهاي الحالة true. Number 6. Light escapes from the laser only as a continuous beam. الضوء يتحرر من الليزر فقط على شكل شعاع مستمر. الإجابة false. يعني أنه ممكن يكون false على شكل نبض. Lasers are used in communication technology. الليزر يستخدم في تقنية التواصل. أكيد true. الإجابة صحيحة. Lasers can be used to cut hard materials such as metal but not soft materials. عم بيقول إنه الليزر يستخدم لتقطيع الأجسام الصلبة المواد الصلبة مثل المعادن وليس المواد الطرية. الإجابة false لأن هو كمان يستخدم لتقطيع الكلوث الملابس. Number B. Mother underlined words from the text in exercise D on course book page
73 to the definition below. كان في عنا داخل النص إذا انتبهنا مجموعة كلمات، راح أرجع لها، مجموعة كلمات in bold باللون الأسود الغامق. هاي الكلمات مثلا هون identical راح نرجع نستخدمها في حل التمرين بشكل كامل، وأنا طبعا راح أقرأ الكلمة وأنتم بعدكم بتراجعوها في كتابكم ومنمليها. Number one, exactly the same. تماما نفسها. طبعا الإجابة identical. مثالي. بتشوفها في كتابك موجودة in bold. Identical. طبعا الكلمة اللي أنا أخذتها مثال من شوي for example. Very concentrated. بالكثافة، يعني بكثافة عالية جدا. الجواب extremely intense. Extremely intense. Accurate, exact, بشكل دقيق تماما. Precious. لما كنا نتكلم عن السكاكين waves. كنا نتكلم عن السكاكين. Knives. حكينا إنه الموجات اللي كنا نستخدمها، أنا لخبطت. السكاكين راح أرجع لها، صار في عندي خطأ، بس إنه أرجع للمقطع راح ننزل. شوية بس. بهاي النقطة. Very precious knives. السكاكين الدقيقة والقوية. Number four. Number four means represents تمثل تعني stand for. كانت في بداية النص لما تكلمنا عن معنى الاختصار لكلمة lasers. Stand for something which is given out. الشيء والذي يتحرر، يعطي دفع. كان عندنا discharge، يقدم دفع. Started, set off. كان عندنا كلمة triggered في النص. Number seven, long, very thin pieces of transparent materials. طويلة رفيعة جدا، قطع من المواد العاكسة الناقلة، يعني ممكن تنقل شيء. Transparent optical fibers. كانت عندنا الألياف البصرية، الألياف الضوئية. Number eight, the last one. Deep red precious stone. حجر ثمين بلون أحمر غامق. طبعا كانت عندنا كلمة روبي، الياقوت. هيك بنكون إن شاء الله أتمينا lesson 8. مشكورين، وإن شاء الله نحن للدروس القادمة نلقاكم بإذن الله تعالى.